وبالانتقال إلى إدلب نستقبل هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز عبر سكايب. هاشم أهلا بك. القصف يتجدد أيضا على إدلب بعد فترة وجيزة من الهدوء، ما هي الأوضاع هناك؟ نعم نور، بعد هدوء حذر شهدته المحافظة من ليلة أمس حتى مساء اليوم تجدد القصف من قبل ميليشيا أسد الطائفية، حيث تمركز القصف على مدينة خان شيخون جنوب إدلب بعشر قذائف صاروخية استهدفت الأحياء السكنية وأدت إلى أضرار مادية بمنازل المدنيين. أيضا القصف كان على بلدة جرجناز بريف معرة عمان الشرقي بقذائف المدفعية، بالإضافة إلى استهداف بلدة معرة حرمة في الريف الجنوبي أيضا بالقذائف الصاروخية مصدرها ميليشيا أسد المتمركزة بريف حما الشمالي. أيضا القصف كان بالتزامن مع قصف مدينة جسر الشغور بعشر قذائف استهدفت الأحياء السكنية خصوصا الحي الشمالي، والذي أدى إلى أضرار مادية في البنى التحتية، بالإضافة إلى استهداف إحدى المدارس ووقوع إصابة بين صفوف المدنيين. مصدر القصف ميليشيا أسد المتمركزة في معسكر جورين بسهل الغاب. كان القصف على دفعتين، أو أول دفعة استهدفت الحي الشمالي والثانية استهدفت إحدى المدارس في المدينة. فرق الدفاع المدني استجابت لتلك الضربات وقامت بإسعاف الجريح إلى النقاط الطبية، بالإضافة إلى تفقد المكان. طبعا هذا الهدوء الحذر جاء بعد يوم يعني تقريبا من توقف القصف، يعني لعل كان عزاه المدنيون لسوء الأحوال الجوية في عموم محافظة إدلب والتساقط للأمطار والمنخفض الذي ما زال تأثيره حتى هذه اللحظة بسقوط الأمطار، ومما كان يعيق عمل ميليشيا أسد أو حتى الاحتلال الروسي. نعم هاشم، ما هي أوضاع المدارس في محافظة إدلب؟ هل تم تعليق الدوام؟ نعم، يعني في المنطقة الجنوبية من إدلب وصولا إلى سراقب الدوام متعلق، يعني ليس فقط نتيجة استهداف المدارس واستهداف للمنشآت الحيوية والتعليمية، بل بموجة النزوح الكبيرة مدينة خان شيخون 90% نزح عنها أهلها، بالإضافة إلى التمانعة التاح جرجناز. أغلب تلك المناطق هي خالية من السكان أو من تبقى فيها أعداد قليلة. المجمعات التربوية وقفت عملها في أغلب تلك المناطق وصولا إلى معرة النعمان وريف حتى ريف إدلب الغربي نتيجة القصف المستمر على المدارس وعلى الأحياء السكنية. طبعا هذا الإجراء يأتي لضمان حياة الطلاب نتيجة تجمعهم في المدارس واستهداف ميليشيا أسد لتلك المدارس بشكل مباشر. حسب إحصائية مديرية التربية أن 238 مدرسة تم تعليق الدوام فيها، مما يؤدي إلى حرمان 80,000 طالب الآن، يعني هم محرومين من حق التعليم نتيجة القصف. نعم هاشم، هناك أنباء عن تأجيل الدورية العسكرية التركية بسبب سوء الأوضاع الجوية، هل لديك أي تفاصيل عن هذا الموضوع؟ نعم، كان من المفترض أن تقوم الدوريات يوم أمس باستئناف عملها بعد أن دخلت من معبر كفر لوسين على الحدود السورية التركية واتجهت إلى ريف حلب الغربي ومن ثم إلى ريف حلب الجنوبي إلى نقطة العيس، أن تكمل مسيرها إلى نقاط إدلب نقطة المراقبة السابعة في تل أطلوغان ومن ثم إلى نقطة الصرمان وصولا إلى ريف حما الشمالي. تقابلها أيضا دوريات تركية ستدخل من معبر خربة الجوز إلى نقطة المراقبة في جبل إشتبرق ومن ثم إلى شيرم غار في جبل شعشب. وطبعا هذه الأنباء يعني كان من المفترض أن يوم أمس واليوم، ولكن الأحوال الجوية وحتى عدم الإفصاح من قبل الأتراك أن تقوم هذه الدورية أن تستأنف عملها أو أن تبقى، خصوصا يعني بعد استمرار موجات القصف وخصوصا في المناطق التي تمر بها هذه الدوريات كمدينة سراقب. نعم هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز من إدلب، شكرا لك.